السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوان جميعا، وأسعد الله صباحكم وصباح الخير دي إكسن. أنا سعيد بوجودي في مركز دي إكسن كركوك شركة رائد الخير. أحييكم أنا أخوكم ومحدثكم مهندس حسام علي، دبل دايموند بالشركة. الحمد لله عندي الآن 4.5 سنين تقريبا بالشركة. حقيقة أنا سعيد بوجودي بينكم، هذه الوجوه الطموحة، هذه الوجوه المستبشرة اللي فيها حيوية الريشي. إحنا الريشي دائما يقول لي يعني يضع بصمة عند الإنسان، والابتسامة شوي فتحوها خلينا نشوف آثار المعجون. فتحياتي لكم جميعا. حقيقة اليوم إحنا في محاضرة مهمة جدا، قد تكون هي أقرب إلى ورشة العمل، وأنا أسلوبي حقيقة يميل إلى ورش العمل حتى قدر الإمكان نستعكم السلام حي أستاذ نجم، حتى قدر الإمكان نستفيد من إيش؟ نستفيد من الجانب التطبيقي، لأن يوجد تنظير ويوجد تأصيل. التنظير كثير من الناس ينظر، تدخل المحاضرة ما شاء الله تطلع من عنده فرحان، لكن كل شيء ما تستفاد، قواعد لكن أكثرها غير قابل للتطبيق. ويوجد تأصيل، تأصيل قواعد تمشي عليها تجعل لك كمنهاج يمشيك للطريق الصحيح. فإحنا دائما نميل للتأصيل قدر الإمكان، أوجد قواعد وضوابط تضبط لي العملية المشروع في دي إكسن. إحنا دائما نقول مشروع دي إكسن مشروع متعدد المنافع متعدد الأثر. بلا زحمة موبايلات على الصامت رجاء. فاليوم أنا أريد أضع خارطة الطريق للنجاح. من منكم لا يريد النجاح؟ منو ما يريد ينجح؟ زين، من يريد ينجح؟ جيد، هذا شوف واحد رافع يديه اثنين هنا، عافية. الآن كل يريد النجاح، لكن هل ممكن كل إنسان يحقق النجاح؟ الجواب لا، لأسباب كثيرة من ضمنها لا توجد خارطة طريق أو منهاج الإنسان يسير عليه. الآن أنا طلعت من أربيل وصلت كركوك، لولا أعرف طريقة الوصول يمكن أتأخر يومين، صح ولا لا؟ وممكن أعرف طريق مختصرة توصلني نصف المسافة ونصف نصف الفترة. فاليوم نريد من خلال التطبيق العملي، واحنا ناس ميدانيين، احنا نخوض في مجال العمل من باب الميداني وليس من باب التنظير، من باب التأصيل، قواعد تضبط لنا العملية في مشروع دي إكسن. نريد نضع خارطة الطريق من خلالها ممكن أن ننجح وننجح فريقنا. مصادر الدخل مع دي إكسن كم مصدر؟ اختبار سريع، مشتريات، مبيعات، عمل مجموعة. أي الأشياء توصلك إلى الحرية المالية؟ عمل مجموعة، عملك أنت وفريقك. فبالتالي كيف تنجح؟ لابد تكون لك منهاج للعمل. كيف تنجح فريقك؟ لابد أن تضع لهم خارطة العمل ومنهاج، صح ولا؟ أنا نجحت في مجال معين، حتى أنجح فريقي إيش؟ أضع له خارطة الطريق. الآن إحنا نريد خارطة الطريق مكونة من أشياء، أكو شيء يسمى في مجال التنمية البشرية الخرائط الذهنية، أو شيء يسمى في مجال الهندسة والرياضيات الخوارزميات، يعني خطوة تبدي بالستارت ثم الخطوة الثانية ثم الخطوة الثالثة وهكذا تمشي خطوات متسلسلة. هل ممكن أن تبدأ بالخطوة الثالثة تعدي الأولى والثانية؟ طيب إذا بديت راح تبدأ بداية مشوهة، بداية مو صحيحة. فالمقدمات الصحيحة تعطي نتائج صحيحة، لكن المقدمات الخاطئة تعطي نتائج خاطئة. فإحنا الآن نريد نحسن المقدمات حتى نحصل على نتائج صحيحة. ومسيرتنا في هذه المسيرة اللي هي مسيرة رحلة دي إكسن جميلة، لابد تكون فيها خطوات ذكية، لابد تكون فيها خطوات مدروسة، لابد تكون لنا خارطة الطريق. يعني نروح ونرجع وين؟ على خارطة الطريق. الآن إخواني في دي إكسن حسب ظني حتى تنجح عليك بثلاث خطوات. الخطوة الأولى اللي هي العين الباصرة، أنت من خلالها راح تنظر للمشروع. إذا هذه العين الباصرة اللي تستعملها حقيقية وصحيحة راح تنظر المشروع كما هو، وتنظر المشروع بنظرة حقيقية. المرحلة الأولى أنا أعتبرها العين. إذا تشوفون هذا الرسم الزاوية مالتنا تعتمد على النظرة الأولى. فإذا أحسننا النظرة الأولى، العدسة اللي ننظر من عندها هذا المشروع، راح ننجح. المرحلة الأولى اللي هي عدسة النظر ثلاث أشياء. أول قاعدة، تعلم قبل أن تتكلم. لا تتكلم عن المشروع قبل أن تتعلم. لا أنت جيت هنا أنا وتحفزت شفت السالفة فاروق كلام مرتب ولابس مناظر قلت هذا ما به مجال، يعني مضبط أموره. فطلعت المشروع فرحان. أول ما طلعت ويا واحد قلت له تعال شلون لقينا منتجات علاجية وطبية وإنه ظلمت المشروع. أو جيت على شخص تكلمت عن الأرباح والشركة وإنك ستصل مع الشركة، أول ما طلعت قلت له شركة بس تسجل بها من ناتجك $5,000 منها. فمن الخطأ أن تبادر وتتكلم عن المشروع قبل أن تتعلم. فالقاعدة الأولى إيش؟ تعلم قبل أن تتكلم. القاعدة الثانية إيش؟
إفراغ الكأس. إفراغ الكأس دائما إخواني أنا أروح وأرجع لها القاعدة، لأن هذه العين إذا ما تغيرت نظرتك تكون مشوهة. تعلمت، قرأت عن الشركة، راح تشوف شنو نتعلم شنو نحتاج، وقرأت عن المنتجات، وقرأت عن النظام، ثم احتجت إيش؟ إنه الآن أنا جاي، إذا جئت والكأس مليان، يعني أنا أقول أنا مهندس رئيس مهندسين والأخت مهندسة والأستاذ طبيب والأستاذ عشاب، أنا ما أحتاج معلومات، كل شيء أعرف، فكأسك مليان، فبالتالي ما تتقبل معلومات حتى تفهم طبيعة العمل، فتعال للعمل وكأسك فارغة حتى تتقبل المعلومات. هذا الكأس بمجال، بس إذا مليان يتقبل معلومة. فلما تأتي إلى مشروع دي اكسن أو أي مشروع ذكي، حتى لو كان مشروع حياة عادي، أفرغ كأسك. إحنا ما يسمى عند المشايخ يقولون تخلية قبل التحلية، مو أخلي عقلك حتى تتقبل المعلومات الصحيحة. وهذا لا يعني أنك تنسى ما عندك معلومات سابقة، لا، ممكن لاحقا تستفيد من ما عندك معلومات، لكن إيش أول شيء تفرغ كأسك وتتعلم قبل أن تتكلم. والقاعدة راح أتكلم عنها اللي بعدنا بالنظر بالعدسة، اللي هو تغيير نمط التفكير. أختي مكان موجود مكان هنا، مكان موجود. تغيير نمط التفكير مهم جدا إخواني. ليش؟ أنا أتعامل مع المشروع، مشروع دي اكسن رحلة ولا محطة؟ طيب مشروع دي اكسن مشروع لو صفقة؟ مشروع دي اكسن وظيفة ولا مشروع؟ هو قلنا مشروع طبعا. فبالتالي لما أتعامل مع المشروع بمعطيات أخرى أخطأ، ما أنجح. يعني أتعامل مع المشروع بعقلية الصفقة، وجالي العينتين عمر راد منتجات، أنا أفكر بعمر هل أعمل معاي مستهلك دائمي أو مستهلك لمرة واحدة؟ إذا مستهلك لمرة واحدة صفقة، إذا مستهلك دائمي إيش؟ زين، أعمل مع عمر أنظر هل هو يكون معاي مستثمر دائمي أو مستثمر لمرة واحدة؟ مستثمر لمرة واحدة إيش؟ صفقة. مستثمر باستمرار إيش؟ إذن لابد من تغيير نمط التفكير. لذلك دائما تشوفون بعض الشركات المنافسة من دون تسمية اسم، لما ينظرون للمشروع بعقلية الصفقة ما يستمرون، لذلك ما نجد لهم جذور، وين بفترة وتلقى فترة 50 واحد 60 واحد بطلوا. فلذلك لابد من تغيير العدسة اللي ننظر بها المشروع. إيش؟ نتعلم قبل أن نتكلم، إفراغ الكأس، بعد تغيير نمط التفكير. إذن الآن إيش عندي؟ إذن الآن العين الباصرة أصبحت مليانة بمعلومات جيدة، العين ماتي انفتحت. طيب أنا الآن برمجت عقلي، أنا عندي الآن كمبيوتر، تمام؟ حتى أضيف للكمبيوتر أشياء يتقبلها كمبيوتر، بيانات داخلية، برام وهارد ومذربورد الآخري. طيب برنامج هو ما يتقبل الكمبيوتر، لأن البيانات الموجودة والويندوز الموجود ما يتقبله. مثلا أنا أجيب وورد 2010 والويندوز 2007 ما يتقبله، فش راح أسوي أني؟ قمت بعملية الفرمتة. الآن فرمتت عقلي لتقبل المعلومات، سوى تعلم قبل أن تكلم، هاي فرمتة، تغيير نمط تفكير، إفراغ الكأس. الآن عقلي مهيئ لتقبل المعلومة، واضح حد الآن إخواني؟ هسه هذه الخطوة الأولى، هيئت العقل لتقبل المشروع، انتقلت للمرحلة الثانية. الآن عقلي مبرمج مفرمت، الحاسب ماتي جاهزة لوضع البيانات الصحيحة. واضح حد الآن الفكرة إخوان؟ المرحلة الثانية هي إيش؟ هي المعلومات اللي يحتاجها الشخص للنجاح في مشروع دي اكسن. إحنا المعلومات اللي نحتاجها قسمين، منها ما يكون أساسية ومنها ما يكون ثانوية. الأساسية هي زي المعلومات الواجب على كل إنسان تعلمها في مجال معين. المعلومات الأساسية في الشركة كم معلومة؟ 3 معلومات بسيطة، التعلم عن الشركة، التعلم عن المنتجات، التعلم عن النظام، أعرف شنو الشركة، شنو المنتجات، شنو النظام، هذه معلومات أساسية. المعلومات الثانوية هي عبارة عن مهارات من خلالها ممكن أن تصل بالمشروع إلى مراحل متقدمة، مثلا فن الاستقطاب، فن رد الاعتراضات، مثلا فن العرض والى اخره، الخطه الماليه التفصيليه، هذه مهارات. واضح الفكره؟ الان برمجت العقل مالتي، هيئت عقليتي تقبل المعلومه، المعلومه الاساسيه ايش احتاجها؟ تعلم عن الشركه، عن النظام، المنتجات. وضحت الفكره اخواني؟ فرمتت، الان نصبت البيانات الرئيسيه. زين، أنا الآن تعلمت عن الشركة، عن النظام، عن المنتج، هل يكفي للعمل؟
الآن أحتاج لمهارات كيفية إيصال فكرة المنتج والخدمة للناس. شلون تتكلم؟ كيف تعرض الفكرة؟ كيف تهيئ البيئة؟ كيف تعمل دعوة تشويق؟ هذه تسمى إيش؟ معلومات. هنا معلومات الأساسية، هنا المعلومات الثانوية اللي تعتبر إيش؟ المهارات. واضح أخوان الفكرة؟ هسه نعكس الفكرة. أنا لو أجيت على عضو جديد مباشرة طيته محاضرة في فن الاستقطاب، مهارة لو معلومة أساسية زين، هو طيته فن الاستقطاب، هو أصلاً ما مقتنع بالعمل، ما مقتنع بالشركة، راح يتعامل مع إيش؟ إنه يتكلم بأشياء ما عنده معلومات أساسية، ما عنده العين اللي ينظر بها المشروع بصورة صحيحة، هل ينجح؟ زين، أنا الآن شخص بعدي ما هي عقلية النجاح وانطيته كلام تفصيلي عن المنتجات، هل ينجح؟ ممكن ينظر للمنتجات انه اعشاب ومنتجات عشبيه ومنتجات علاجيه، فيحصر عقله في زون معين، منطقه معينه. ليش؟ لان الرؤيه الان عنده مو واضحه، الرؤيه عنده بها ايش؟ ضبابيه. فذاك يا اخواني حتى تنجح في مشروع دي اكسن عليك بثلاث مراحل. اول شيء شو تسوي؟ تهيئ عقلك لتقبل المشروع بصوره جيده، يعني برمج العقل لتقبل المشروع. زين، هسه راح نسأل سؤال يطرح نفسه، وين نلقى هذه المعلومات؟ كم واحد اجى في باله هذه المعلومة؟ ممتاز، موجودة عندنا حقائب تدريبية، الآن أسميها لكم. مثلا عندي حقيبة، الحقيبة الأولى رقم واحد مع المهندس حسام، تكلمت بها عن إفراغ الكأس وتغيير نمط التفكير، عبارة عن كم مقطع صوتي يوضح لك أهمية إفراغ الكأس وتغيير نمط التفكير حتى تنجح. الآن إيش عملت؟ وتعلم قبل أن تتكلم. الآن كملت هذه المعلومات، فرمت عقلك. طيب وين ألقى المعلومات الأساسية؟ في محاضرات مهندس محمود المصري، 4 إلى 5 محاضرات موجودة على التليجرام، يتكلم فيها عن الشركة، عن النظام، عن المنتج، عن الخطوط العريضة للعمل. الآن جيت إلى المهارات، ما هي المهارات اللي أحتاجها؟ كيف أوصل هذا المشروع الحقيقي القوي للناس بصورة جيدة؟ فأحتاج أول ما أكمل محاضرات أستاذ محمود المصري. الآن محاضرة مهندس محمود المصري عبارة عن معلومات أساسية متسلسلة، تمام؟ لكن أنت تحتاج كيف توصل هذه المعلومات بأسلوب احترافي وأسلوب متسلسل. فعليك بمحاضرة من؟ محاضرة إغلاق الدائرة، هذه محاضرة لي أكون محاضر مهندس حسام. هذه محاضرة عبارة عن شنو؟ أنت كيف توصل فكرة الشركة للناس كمنتج وكخدمة بأسلوب متسلسل من خلال كلام الخبراء، يعني خطوة 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4 وانتهاء بالخطوة الأخيرة. واضح أخواني؟ طيب أكملت الآن، الآن إيش؟ أبدي بالمرحلة الأولى اللي بعد هذه المرحلة، الاستقطاب. يعني بعد أن تكمل هذه المراحل الآن تكلم مع الناس. ليش يا أخواني؟ إحنا أمام مشروع كبير وكبير جداً، ممكن أن يغير حياتك وحياة كثير من الناس. طيب تخيل نفسك أنه بسوء عرضك، عفوا سوء العرض للكلام، بسوء العرض للفكرة وللمشروع قد تخسر أكبر شريك محتمل معك. الآن كم واحد عرضت عليه الشركة قبل أن يدخل مع شريك آخر؟ كثير، لكن بسبب العرض السيء للمشروع ما انتمى معه، ما دخل معه، صح ولا أستاذ عموري؟ أستاذ عمر واحد منهم طبعا، كان تكلم مع شخص عن الشركة بس ما أقفل مع الدائرة، ما أقفل مع المشروع، ما انطى وضوح الرؤية مع المشروع. فأنصحكم أخواني حتى تنجح عليك أول شيء أن تمشي بهذه الخطوات المتسلسلة، ثم نفس الشيء تعكس على فريقك. بمعنى أنا اليوم دخل معي إيهاب، دخل معي إيهاب شريك بالعمل. أنا إحنا دائما بعض الأخطاء اللي كانت عندنا وعد باقي المدربين، صاد نجم سريع، عند بعض المدربين انه ايش؟ اول ما اجى العضو فرحان بيقوم ودخله بالجروبات. هذا التصرف كان سابقا عندنا موجود، الان هذا من اكبر الاخطاء الموجوده. ليش؟ العضو الان جاي جديد ودخلناه بجروب، هذا يحكي عن البطن وهذا الكلاوي وهذا شعره واقع وهذا كرشه كبير، زين هذا ايش راح يفهم؟ راح يفهم انه الشركه ايش؟ شركه اعشاب وشركه علاجات. دخلته بجروب وهذا واحد يقول النقاط الشهريه وظل يوما ما فاهم الشيء. فش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده يعني شلون تذبذب بالموضوع، عدم فهم بالمشروع، قد يشتت اصلا يخرج من الشركه مثل ما دخل، مثل ما طلع كل شيء ما فاهم. فش اسوي مع العضو الجديد؟ تلفونت على صامت بلا زحمه، ابدو يا خطوه خطوه. هذا لا يعني تاخر، ترى هذه الحقبه كلها
ممكن تسوي بثلاث ايام. ترى ما معناه انك تطول، لا، اكو ناس نشطين يومين ثلاثه كمل عندك الحقائب، اكو ناس يحتاج وقت اكثر، خلي اسبوع، خلي 10 ايام يا اخي، خلي شهر كامل، شنو الاشكال؟ راح نرجع، انت تريد تبني مشروع لو تبني صفقه؟ تريد معك شخص ناجح لمره واحده لو دوم؟ تريد معك شخص عضو عادي لو ليدر؟ اذا هذه الامور شنو راد من عندنا؟ عمل ممنهج، عمل مرتب. واضح اخوان الفكره؟ فكره واضحه؟ احتاج عاده؟ ألخص كلامي أنه حتى الإنسان ينجح عليه أن يكون له منهاج بالعمل له ولغيره من فريقه. فمنهاج العمل عبارة عن ثلاث خطوات لا أكثر ولا أقل. أول شيء أعيد فرمة العقل بما يتناسب مع المشروع. ثلاث أشياء: تعلم قبل أن تتكلم، إفراغ الكأس، تغيير نمط التفكير. الآن فرمت العقل بما يتناسب مع المشروع. المرحلة الثانية عندي معلومات أساسية ومعلومات ثانوية، أتعلم المعلومات الأساسية. معلومات أساسية عبارة عن شنو؟ تعلم عن الشركة، عن النظام، عن المنتج. وين حصلها؟ محاضرات مهندس محمود المصري. طيب الآن أكملت المعلومات الأساسية، أحتاج إلى منهاج للعمل، كيف أنزل المشروع بصورة متسلسلة بصورة مناسبة لكل الناس. أحتاج إيش؟ فن إغلاق الدائرة، كيف تغلق الدائرة مع الشريك المحتمل، طبعا حتى المستهلك وليس فقط شريك العمل. كملت الآن، انت الآن شو نسوي احنا مع العضو معانا حتى ينجح ونتأكد من نجاحه؟ هاي المرحلة الأخيرة اختم بها. انا كملت معاه الآن نظري لو عملي، ممتاز، اراقب العضو اللي معاي وشريك العمل بالخطوات الأولى. استاذ عمر كملت معاك حقائب تدريبية، طيب اعطيني ابرز ثلاث اسماء راح اتكلم معاهم حتى اتأكد انه عمر فهم القضية وفهم المنهاج اللي أنا أصلت إليه كتأصيل نظري، لكن أتأكد من كفاءته وأدائه بتطبيق هذه الخطوات. قال لي السؤال عندي ثلاث أشخاص، الشخص الأول كذا وكذا وكذا، هذا راح أتكلم معه بكيت كيت كيت، فهمت فاهم الخطة، فاهم إغلاق الدائرة؟ أقول له تمام، أعطي بعض الملاحظات. مو فاهم ممكن أرجع خطوة أو خطوتين حتى نرجع من جديد نكمل العمل. ساعدته بالبداية، شايفين المحرك أول شيء يعني بعد ما مشتغل، شغلت أول حركة حركتين مشي، رسمت له خارطة الطريق، لكن أراقب العضو اللي معاي على أدائه، هل هذا الأداء صحيح كما أريد أو كما أرادت الشركة أو يحتاج إلى تصحيح؟ صححت مشي. طيب هاي الاستمرارية بهذا الأداء المتوازن إيش راح يخلقكم؟ خطوط حقيقية متوازنة، فرق حقيقية، أعضاء حقيقيين. ليش؟ لأن إيهاب الآن عنده خطة عمل، فهمها، اشتغل عليها، راح شو يسوي؟ يستنسخها فريقه. الاستنساخ ايش راح يؤدي؟ الى المضاعفه. يعني بدل ما يكون ايهاب واحد راح يصير قد 10، وال10 قد يصير 100، وال100 قد يصير الاف. واضح اخوان الفكره؟ اسال الله سبحانه وتعالى يوفقكم، واتمنى للجميع التوفيق، واتمنى انه هذا الاخوان يؤخذ حيز التطبيق، ان هذه خطوات عمليه تطبيقيه قابله للتطبيق، لان احنا طبقناها ونجحنا بها. أتمنى لكم جميعا التوفيق، وإن شاء الله الآن نبدأ بباب الأسئلة.